أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذن الأرقام في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان. تقدرون أو تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب عبر الرقم الأخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الاستهتار من قبل البعض. نعم، هو استهتار نتيجة للاستقواء بعشيرة أو بميليشيا أو بمسؤول أو بمنصب. استهتار بكل معنى الكلمة، لما نشوف حادثة لكل ما للمعنى من غريب، حادثة غريبة، حادثة غريبة ما صايرة بتاريخ الكون. صارت العائلة، عائلة كل اللي كان ببالها أنه تطلع رحلة إلى شمال العراق، تمام؟ لكن هاي الرحلة أو فكرة الرحلة تحولت إلى اعتداء همجي ووحشي من قبل كادر الشركة السياحية بداخل مقرها بمنطقة المنصور ببغداد على طبيبات أسنان وأبوهن بسبب الخلاف على الاتفاق أو الثمن. هذا الشيء اللي أدى إلى ضرب الطبيبات ببلوكه ومحاولة خنق وحدة منهن بواير مال الكهرباء، وصاحب الشركة بكل عين قوية يطلع ويقول أني أتبع وحدة من العشائر وماكو أحد يقدر يقاضيني بحسب كلام المعتدى عليهم، واللي راح نستمع إلى حديثهم خلال مؤتمر صحفي في نقابة أطباء الأسنان ببغداد. تعالوا نسمع هذا الحديث. والسياحة، لكن حصل أنه أنا ما قدرت أروح بسبب التزامي، فقللنا عدد الركاب من 5 إلى 4، وهذا ما أثار ضغينة صاحب الشركة، فبدأ يضايقنا في منطقة الجلوس، وصارت خلاف بينه وبين يعني عائلتي في السيارة، فقال لهم انزلوا وأنا أرجع لكم الفلوس. لكن لما نزلوا البنات والأطفال، كانوا معانا 2 أطفال، لكن رفض وقال أنا أنتمي إلى العشيرة الفلانية، وشنو اللي تريد تسوي سوي وما لك شيء عندي. فأنا قلت له لا، إحنا حننتظر، إحنا يعني أنت وعدتنا أنه نأخذ الفلوس. فطب الدكتورة آية تريد تقعد في الشركة، إحنا كنا واقفين باب الشركة، فلحقوها 2، لحقها شخص الأول سحبها من إيدها بطريقة كبيرة، هو ضخم أضخم مني جسديا، وبعنف سحبها. شخص آخر سحب واير كهرباء وحاول أن يشنقها إلى دكتورة آية، حاول يستخدم معها العنف أن يسحبها من رقبتها في سبيل أنه يطلعها برا المكتب أو برا الشركة. بهالأثناء أنا شفتها فقلت له انتظر 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 ابني. فأخذتها دكتورة دانيا لحقتها تطلعها، وإذا بالشخص اللي كان واقف يمي اللي هو المالك الثاني للشركة شال قطعة بلوك كانت موجودة في باب الشركة، وضرب بنتي دكتورة دانيا على رأسها بالبلوك ضربة، يعني أنا سمعت رنة الضربة من قوتها، ورفعها مرة ثانية للإصرار على محاولة قتلها. فأنا حطيت إيدي لخدمة العراق، لحماية بنتي. بعد ما شفتهم كشفوهم من شعرهم ونزعوا الربطات اللي لابساتها، هن حجيات. أنا كنت بالخارج سنويا أوديهم للحج وللعمرة. أكو واحد يقدر يقول لي شنو يقدر نعلق على هذا الموضوع؟ أولا دموعك غالية. أب وكأي أب بالدنيا يدفع كل ما يملك حتى روحه حتى دمه لأجل أولاده، هاي رقم واحد. بس يقول أنا كنت بالخارج. ما تتوقعون تصرف صاحب شركة سياحة المستهتر راح يخليه يتمنى لو مراجع لهذا البلد؟ اللي عايش بغربة لما يرجع للعراق يقول رجعت لوطني،
رجعت المكان بنص أهلي وناسي. شلون راح يحس هذا أنه هو موجود بنص أهله وناسه؟ وحدة محاولة قتلها باستخدام سلك كهرباء، عصابة، شنو الموضوع؟ على مود فلوس؟ لو كرسي أو مقعد؟ والثانية ضار بيها ببلوك والضرب ومهشم إيد الرجال لأنه حاول يحمي بنته. هاي شركة ما سياحة لو شركة ما تقصيب؟ والمشكلة مقعد؟ يعني هو مو جاي علي قايل له لا ما اريد نسافر، انا عندي ظرف ما اقدر اسافر، اربعه خمسه احنا اربعه رايحين انا ما اقدر اروح، نقص لي مقعد، شنو الاشكال بيها؟ كل شركات السياحه من تقدر تحجز حتى تذاكر الطيران عندك مده للترجيع، واكو شركات ترجع لك فلوسك بدون ما تحكي وياك بالانترنت، تفتح الموقع تسوي ترجيع فلوسك جتي بالكارت وانتهى وابوك الله يرحمه. بس الجماعه بالعراق شلون الاخير يريد يرجع لنا مقعد؟ مو بكيفه، انا اتبع عشيره وانا عشيرتي هي اللي تحكمني، وبما انه انا اتبع عشيره اخنق الاولى بواير واضرب الثانيه ببلوكه واكسر ايد الرجال واخليه يتحصر وتنزل دمعته لما يشوف جهاله وبناته قدام عينه يردون ينقتلون. صلوات على محمد. ويقول لك بلد القانون، العراق دوله القانون، ويطلع لك وزير الداخليه يتبجح بالقانون، ويطلع لك الثاني يقول لك الله لا يوفقني، ويطلع لك الثالث يقول لك احنا دولة ديمقراطية، ويطلع لك الرابع ويقول لك احنا عايشين بافضل عيشة، ويطلع لك واحد ويقول لك العراق مرتاح. وين الراحة بالموضوع؟ وين الراحة اذا ابدا يفكر يونس جهاله يروح يودي لهم سياحة؟ راح يفكر الف تفكير انه راح يصير عنده ظرف لو ما عنده ظرف. الشغل، الوظيفة، مرض، يسمح له يروح لو ما يسمح له يروح. لانه اذا حجز على حسب كلام اللي صار ويا الشركه اللي بالمنصور وصار عنده ظرف ما الشغل احتاجه وما طال اجازه، تمرض او شيء وما يقدر يسافر، احتمال ولده يتعرضون الى نفسه اللي تعرضوا بناته، الدكتورات، الحجيات. صلوات على محمد. الناس لما شافت الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا يعني من بيرل سي يقول لؤلؤة البحر، شركة السياحة هاي لو عصابة شنو ذنبهم حتى يعاملوهم بهاي الطريقة البشعة؟ انكسرت ايدهم ان شاء الله قدرتهم على النسوان. وبسمة الربيعي، لا اله الا الله، شنو هالعصابات؟ شنو هالاجرام؟ ايش دي يصير بهالبلد؟ اغلب الشركات اصبح يديرها العصابات بعد ما حد يامن بيهم، ان شاء الله يحاسبون وينالون اقصى الجزاء. واحمد سالم، لا حول ولا قوة الا بالله، حقيقة شيء لا يصدق، هيك وصلت بينا الحال يتهجمون على النساء بهذه الطريقة. وحميد السروي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الدكتور، هذول ناس لا يخافون الله ولا عندهم ضمير، شلون يتعدون على عائلة بهذه الطريقة البشعة؟ وين القانون؟ وين الحكومة؟ يعني فعليا وين القانون وين الحكومة؟ وين القوات الأمنية؟ وين القوات مكافحة الشغب؟ وين 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 دولة كلهم وين؟ نساء، أنا أستغرب من رجل يستقوي على امرأة، ليس من المروءة، مو من المروءة أنه ترفع إيدك على مرأة. والعرب كانت تتفاخر بمروءتها انه ما يضربون مره، وحتى ديننا الاسلامي وصانا انه ما نضرب او نأذي حتى بالحروب طفل او امراه او رجل كبير بالسن، مسن او مسنه، عجوز او شجره. بنات تعتدون عليهم، وحده بالبلوك والثانيه بواير، هاي الوايرات كنا نشوفها بالافلام الهوليووديه، بس يسووها بالافلام العصابات. واحد ركب سيارته وواحد من العصابه من المجرمين قاعد بالكرسي خلفي وقعدوا خنق بواير وعافى وطلع. هاي نشوفها بالافلام يسووها العصابات، لا احنا اليوم ما شاء الله بالعراق يسووها اصحاب شركات السياحه، واسمه صاحب شركه سياحه. يعني من المفترض ان يتوقع صاحب شركه السياحه ان يجوا مختلف الناس، مختلف العقليات ومختلف الطرق. يجيك واحد يحجز وراها يبطل، يجيك واحد يقعد يستفسر هواية، يجيك واحد يعامل، يجيك واحد عصبي، يجيك واحد ما يتحمل، يجيك واحد نزق، يجيك واحد مريح، يجيك واحد مبتسم، يجيك واحد مكشرها لازم هم يعرفوا له،
ولازم هم يعرفون يتعاملون ويا كل شخص بأفضل صورة حتى يكسبون عدد أكبر من الزبائن. بس يبدو اليوم بالعراق أنه ما همهم الزبائن، همهم الفلوس اللي دخلت بالجيب. نروح إلى ملفنا الثاني. البارحة اجتاحت أمطار غزيرة معظم مدن ومحافظات العراق، وجرفت السيول عدد من الشوارع وغمرت أنفاق وشوارع مدن العراق. ومعروف بالعراق أقل مطرة مو كثافة البارحة تسبب غرق شوارع كاملة. فشلون بالأمطار القوية اللي شافتها مدن العراق البارحة؟ شلون الأمطار اللي البارحة نزلت على بغداد وباقي المحافظات العراقية؟ هذا اللي أظهرته لنا صور لغرق معظم شوارع مدينة أربيل من جراء كمية الأمطار الكبيرة على المدينة. فشوارع مدينة أربيل بسبب الأمطار وغياب الخدمات هذا حالها. دا تلاحظون غياب الخدمات شنو الأضرار المادية اللي من الممكن أن يسببها إلى مواطنين. بس هنا راح تعرفون أنه أغلب شركات مبيع السيارات هي تابعة إلى مسؤولين وسياسيين وتابعين إلى أحزاب، فما يحلون هذا الأمر حتى سيارات تظل تمشي بالعراق، لأنه اللي يغرق يخرب ويسموه غرقان. وكو عالم تشتغل بالوارد الأمريكي الغرقان اللي بسبب فيضان ما يغرق ويجي للعراق ويقول لك مشاكل هواية لأنه غرقان. عندنا مشاهد ثانية، هاي المشاهد بمدينة جلولاء بمحافظة ديالى. سيول كبيرة ضربت مدينة جلولاء بسبب الأمطار الغزيرة اللي هطلت على منطقة جلولاء. تعالوا نشوف. هاي لو أكو صيانة إلى البنية التحتية وأكو تفكير بتصريف مياه الأمطار إلى أحواض الأنهر ما كان صار اللي صار. كان نهر ديالة عمر صعد منسوبه شوية حتى الناس شوية ترتاح أنه أكو مي بنهر ديالة. طبعا العراق مطرة اتغرقه، ما دا يحكي على هاي الأمطار، مطرة عادية اتغرقه، فما بالك بعصار. نعم البارحة انضرب قضاء الخالص محافظة ديالى أيضا بإعصار أدى إلى إحداث أضرار مو طبيعية بتقريبا 50 منزل، إضافة إلى إصابة 3 أشخاص ومدرسة. فيديوهات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي أظهرت أضرار كبيرة بقرى البدوانية، عشرات المنازل، مدرسة كرفانية كلها هدمت بقرية البدوانية التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى نتيجة للإعصار اللي ضربها البارحة، إضافة إلى أضرار مادية كثيرة بالمدينة والقرية. وأكو أضرار بشرية منها جرح امرأة وإصابة 2 آخرين. الهلال الأحمر يقول أكو 50 منزل ومدرسة بقضاء الخالص بديالى تدمروا نتيجة الإعصار وموجة الأمطار الشديدة. تعالوا نشوف. اللي تابعة لقضاء الخالص هاي القرية اللي أصابها الإعصار يوم أمس،
واللي استمر لمدة دقيقة. هذا الإعصار خلف وياه تهديم بعض المنازل، 21 بيت تهدم نتيجة هذا الإعصار. حجم الأضرار هي أضرار مادية وأيضا أكو أضرار بشرية. هاي الأضرار البشرية جرح امرأة وأصابت اثنين. طبعا اكو مدرسة كرفانية ايضا تعرضت الى يعني انتهى كل شيء بيها نتيجة هذا الاعصار. المنطقة اللي هي البدوانية تابعة لقضاء الخالص ناحية السلام اصبحت منطقة منكوبة، بما اشوف اني اصبحت منطقة منكوبة، لانه المنكوب لا عندما لا كهرباء لا مسكن، هو بعد شلون يصير المنكوب؟ فاحنا نطالب الجهات المعنية، نطالب الجهات المختصة بتعويضات بإعادة ترميم هاي المدرسة. يعني هسه هذا اللي تشوفونه، هسه مروان خذ لي هاي الصورة، اللي تشوفونه هذا هيكل وهذا الركام، هذا كله مكان مدرسة، المدرسة كرفانية. يعني هاي المدرسة كانت تقريبا 9 إلى 10 كرفانات. يعني هذا الحال لو بدولة تحترم نفسها، مثلا تركيا لما انضرب جنوبها وشمال سوريا بزلزال، تركيا والسياسيين هرولوا إلى أماكن الزلزال وعمروا البيوت وسلموا البيوت ورجعت المناطق تعمرت وعلى حساب الدولة. منطقة لما تنضرب بأعصار يقول لك بدقيقة صار اللي صار بيها، دقيقة. لعد الأعصار لو مطول شوية، لو مفتر له بالعراق 10 دقائق شو راح يصير؟ في ظل جسور مهترئة وطرق بالية ومنازل مهترئة أيضا وإعمار فاسد، شو راح يصير بالعراق لو مفتر له الإعصار شوية بمحافظات العراق 10 دقائق؟ هاي يقول لك دقيقة. قرية أبادها 21 بيت، هي قرية إيش قد بيها؟ 1000 كلهن بالزايد روح 40-50 بيت كلهن. هاي يقول لك المهدمة 21 بيت. الهلال الأحمر يقول لك 50 بيت بيهن أضرار، والفيديوهات بينت لكم البيوت اللي واقفة مفطرة وغيرها وغيرها وغيرها. بالطبع مثل هاي الأمطار ما يحتاج نشر شوارع مدن العراق، لأن بكل تأكيد صارت عبارة عن مستنقعات وبرك طينية. لكن راح ننقل لكم الواقع من أهم مباني العراق. مثلا مطار البصرة الدولي يوثق لنا مواطن نتيجة للأمطار أنه المي دا يتسرب من سقف المطار إلى أروقة وقاعات المطار بفعل الأمطار. تعالوا نشوف المي بالمطار. صباحكم الله بالخير. الآن الساعة 5:15 فجر يوم الجمعة، أمطار صارت مطرار. هذا مطار البصرة الدولي يخر كله. راح يجوك محافظ البصرة والمجلس المحافظة ومحافظة البصرة ويقول لك مناقصة لإعادة إعمار مطار البصرة وتغيير السجاد نتيجة هطول الأمطار بداخل المطار وتغيير الأثاث الداخلي نتيجة خربه من تسرب مياه الأمطار وإصلاح وإعمار السقف. والمطار إيش قد عمره؟ نطلع من مطار البصرة الدولي وكالعادة مطار بغداد الدولي منفذ العراق الأول. أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المطار وتحول القاعات إلى هندس وإلغاء الرحلات من وإلى المطار. اللقطات اللي راح تشوفوها شافوكم أن التيار الكهربائي ماكو، قاعات الانتظار تحولت إلى ظلام دامس، وهي دائما ما تتكرر مثل هاي الحوادث. مثلا تسرب مياه الأمطار إلى باحات وصالات الانتظار بمطار بغداد الدولي أو انقطاع التيار الكهربائي عنه بسبب الإهمال وغياب الصيانة والفساد في عمليات الصيانة. تعالوا نشوف. Thank you.
سؤال كانت قبل من تقطع الكهرباء بالمدارس المدير عنده جرس يدوي حتى يدق بجرس اذا انتهى الدرس. فلنفرض انه مو 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 امطار غزيره بس انقطع التيار الكهربائي بالمطار بهالصوره هاي. الجماعه شو يسوون؟ مثلا الرحله المتوجهه من بغداد الى دبي مثلا يطلعون واحد بيده جرس والثاني شايل لبوق مثل ما الشرطه ويحكوا وياهم ويمشوا ورايه وشايلين لايتات ويمشوهم. مطار ما بي وحدة تعزيز كهرباء احتياطية. هسه بالعالم شركات عادية، شركات عادية وسوبر ماركتات عادية عندهم مولدات احتياط، إذا طفت الكهرباء يشغلها حتى المواد الغذائية مالته ما تخرب، أو الشركة حتى يظل يشتغل وما يوقف شغله. مو مطار ما بي. فلوس العراق وين دا تروح؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. واول تعليق موجود ويانا من بدر ياسين يقول هاي البصره ام الخير هيجي حالها مع الاسف. وهديل تقول قبور اللي تلفهم وتخلصنا منهم، مطار دولي ويخر زين الوفود من تجي وتشوف شو تقول علينا، مخازي لا ذمه ولا ضمير وكل حكيهم تريليونات الدولارات. ومصطفى آل شمر ضاحك ويقول والله خزيتونا، هذا مطار بالله هم مطار خزي وهم كهرباء تطفى به، إلك الله يا عراق. وعلي فاخر يقول هذه الحوادث مقصودة ولن تنتهي، هنالك عصابات سياسية إطارية تقف خلف كل حادث. هاي مشكلة العراق اليوم. يعني إذا تشوفون بالبداية شركة سياحية كادرها يعتدي على عائلة مكونة من الطبيبات وأبوهن بسبب أنه يردون يلغون مقعد أو يخففون عدد المسافرين. وراها المطر، احنا المطر اللي هالقداته يغرق الدنيا، فما بالك بمطر اللي ضرب البارحة العراق، سوى سيول وأنهار وأنفاق غرقها وسيارات غرقت وبيوت غرقت وعالم غرقت. وراها مطار البصرة غرق ومطار بغداد طفت به الكهرباء والعالم صافنة. ويقول لك عندنا ميزانيات انفجارية وعندنا عام 2024 اللي راح نخلص الشهر الثاني من عنده عام الخدمات مثل ما سماه الأخ محمد الشياع السوداني. وين الخدمات ما أدري، وين فلوس العراق منها ما أدري. أبو عمر من بغداد حياك الله. حيا الله قناة الرافدين وحيا الله أستاذ أفل المحترم وتحياتي المشاهدين الكرام. حياك وبياك. أشكرك أستاذ أفل. يعني موضوع التجاوزات اللي بتصير عندنا بالعراق إذا كان ببغداد إذا كان بالمحافظات، هاي التجاوزات اللي صارت بالشركة والسياحة هاي المفروض تدخل بيها عشيرة، لأنه هاي العشيرة ما ممكن أنه شخص يكون من يكون آني صاحب عشيرة والعشيرة اللي عنده يعني تسمح له بأنه يحتدي على عائلة من ضمنهم رجل ونسوان. هاي المفروض الحكومة تتدخل والعشائر، لأنه هذه يعني تعتبر تجاوز عن القانون وتجاوز بالعرف العشائري. إحنا ما ممكن إحنا أصحاب يعني عشائر من نعرف هاي المفروض شخص يتجاوز على نساء يتحاسب به، هذا شخص نقدر نقول نعرف عنه أكيد ساندته أحزاب وأكيد ساندته ميليشيات، لانه اكو هسه عندنا بالعشائر هسه كثير عندنا ناس زعماء ميليشيات وقيادات يعني سانده شيوخ العشائر، احترامي لبعض العشائر يعني مو كل العشائر عندنا ساندتهم يعني باي مشكله، اذا قتل او دهس او سرقه ممكن اذا المواطن يسوي شكوى عن المقابله فما تمشي شكوته. ليش؟ لانه عندنا قضاة ولان عندنا ناس يعني مسيطرين فوق القانون. يعني هذا القانون للاسف احنا بالعراق يعني الشعب اللي ما عنده سند وما عنده قوه وما عنده يعني من اكو احد من يدافع عليه ويسيطر عليه وياخذ حقه، للاسف احنا اليوم عندنا كثير احزاب وكثير عندنا ناس عشائر تقتل هاي الناس اللي بريئه وتقتل هاي الناس يعني هم دكاتره ناس يعني متعلمين ووضعهم يعني تعبانين على نفسهم، ناس مو همج، ناس مو اصحاب مخدرات على مود يتجاوزون، ناس مو شباب. ناس مو انه مع احتراماتي انه يعني ما لهم احد، فاحنا كنا اصحاب عشائر بس للاسف احنا هاي الاحزاب اللي هي يعني دمرت سمعه العشائر ودمرت القانون، هذه المفروض تدخل بها الدوله يعني تكون مع المواطن الضعيف،
ليش انه دي ياخذ حقه وليش دي يقتل؟ نعم. يعني قبل فتره عندنا حادثه صارت، قتل دكتور اللي مشارع المغرب سمعنا عنه وكتلته سلطه الاحزاب. فللاسف احنا سمعنا انه اخذوا يعني اخذوا واحد من عندهم والباقيين هربانين. هاي لو اكو عندنا محاسبه وعندنا رادع ترجع هاي الميليشيات وهاي الاحزاب وهذا القتل وهاي التجاوزات، ما كان انه تستفعل وتصير عندهم نفوذ قوي. نعم. يعني نعم. نحو المواطن البريء، نحو المواطن اللي ما عنده لا حول ولا قوه، بس ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وإي اليوم اللي 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 سوف انه الشعب ياخذ اقدارهم، سوف يسحقهم، سوف ياخذ القضاء مجراه، وكل ما راحت اموال العراقيين ارواحهم او اهانتهم. نعم. فلا بد ان يجي يوم ونهايتهم قريبه ان شاء الله. وتحياتي لك استاذ أفل وتحياتي لقناتكم العظيمه. شكرا. ابو عمر نبهني الى قضيه نسيت اتكلم عنها بخصوص الشركه السياحيه اللي اعتدت بالضرب على 4 طبيبات وابوهن. لما الاخ يحكي ويقول انه انا اتبع عشيره وما حد يقدر يحاسبني، السؤال اللي اريد اوجهه لك اياه انت يا مدير الشركه، وانا ما اعرف انت منه ولا اسم شركتك شنو، بس لو دا تشوفني فانت عرفت نفسك. انت وشيخ عشيرتك في قانون العشائر هل من المسموح الاعتداء على امرأة؟ زين، اذا انت تقول انا ابن عشيرة اللي اعتديت عليهم، شنو مو ولد عشيرة؟ مو بنات عشيرة؟ رقم 3 والاهم من قانون العشائر، ليش اليوم بالعراق قانون العشائر هو اللي ماشي؟ إذا قانون العشائر اللي هو ماشي، فكل منطقة بالعراق نسويها دولة ونفضها. منطقة السيدية، دولة السيدية على دولة العظمية، على دولة المنصور، على دولة الوشاش، على دولة العطائفية، وكل دولة يتلزمها عشيرة ونفضها. مو المفروض إنه إحنا بدولة اسمها العراق، والعراق يحكم القانون، والقانون هو فوق الجميع، والقانون هو سيد الموقف. أنا أعتذر من عندكم، أنا دا أحكي نظريات هواية، نسيت أنه العراق محكوم من إيران، وإيران بلد اللا قانون، فخلت العراق بلد اللا قانون، قانون سز. تغيب عن شوارع العراق وجسوره شروط السلامة وشروط الأمان والإشارات الدلالية المرورية، وإضافة إلى عدم تعبيد الطرق بشكل صحيح، هذا اللي يتسبب بوجود حوادث كبيرة وكارثية بشكل يومي، تزهق أرواح العشرات نتيجة حوادث السير اللي تتكرر يوميا بمختلف مدن العراق في كافة محافظات العراق. البارحة حادث بالبصرة نتيجة سقوط سيارة من أعلى جسر خالد إلى شط العرب بعد أن اصطدمت السيارة بالسياج، ما تم إنقاذ من في السيارة حتى صباح اليوم. انتشلوا السيارة ومن بيها، وهي عائلة مكونة من 4 أشخاص فقدوا حياتهم نتيجة محاصرتهم داخل السيارة تحت الماء من البارحة لليوم بهذا الشكل. تعالوا نشوف الفيديو. طاقة حتى الإيرباكات ما تطلع. ها؟ هو داعم خو مضايق. ها؟ داعم. مضايق وشامر. حسب الكلام انه واحد مضايقة من اعلى الجسر وشامرة من الجسر. ناشطين من البصرة انتقدوا طريقة عمل سياج جسر خالد، مهم مثل هذا الجسر، فيقول لك شلون بهاي السهولة تحطم وتسبب بسقوط سيارة من اعلى الجسر الى النار او الى شط العرب. ناشط من البصرة يتحدث عن مكان الحادث ويطالب، يتحدث لنا عفوا من مكان الحادث
ويطالب بمحاسبة المقصرين. خلونا نشوف هذا الفيديو. طبعا كلكم البارحة شفتوا الحادثة الأليمة والفاجعة اللي حلت على قضاء شط العرب. عائلة بأكملها، الرجل والمرأة وأولادهم اثنين، أربع نفرات راحوا ضحية الإهمال الحكومي للأسف الشديد. هذا المحجر اللي يشوفونه، هذا اللي هو من ضمن أعمار جسر خالد اللي بالمليارات نصرف عليه، ما أعرف إيش قد تكلفة هذا الجسر. وهذا السلك اللي جاي يشوفونه، هذا السلك المفروض أنه يحمي المواطنين ويحمي المارة من السقوط في الشط. هذا مثل ما جاي يشوفون السلك هذا، أكو واحد حاسب الشركة اللي أخذت هذا الجسر بالمليارات إنه سلك ما يكبنا سيارة، المن حاطين اليوم المن؟ هذا محجر شوفه يهتز، كله يهتز، ونتيجة هذا العمل الغير مرضي إنه راحت اليوم عائلة بأكملها. قبل شوي انتهينا من تشييعهم، إضافة إلى أنه هذه الإنارة اللي جاي يشوفونه إنارة جسر خالد، للأسف الشديد منذ عام 1991 هذا الجسر أظلم ويفتقر لوجود إنارة. حتى الشركة من عادة تأهيله أنه وضعت مصابيح غير جيدة ورديئة وأظلم بالليل. تمام، عندنا مواطن ثاني، عندنا مواطن ثاني أتمنى أنه هو مدير الطرق والجسور، طالب بوجود فواصل حديدية بين الشارع وبين الرصيف وسياج ثاني للجسر مثل الدعامات الحديدية الموجودة على جوانب الطرق السريعة. وهو معروف بأغلب الجسور أكو دعامات حديدية تفصل الشارع وسياج الجسر، بحيث أنه يكون عندك فاصل، يعني إذا لا سمح الله حادث كبير أنه السيارة ما تنزل جوه. المواطن يقول لو كانت مثل هاي الدعامات موجودة ما كانت فلش السياج وكانت الخسائر أقل ب90%، بل أقول لك أقل ب100%، لأنه على الأقل ما كان فقدنا 4 أرواح. هذا اللي قال المواطن. أخوان السلام عليكم. طبعا البارحة الكل سمع وشاهد فاجعة وقوع السيارة اللي بها العائلة من على جسر خالد، وللبصرة كلهم انفجعوا بهذا الخبر. طبعا للأسف هذا جسر خالد مثل ما قاعد الشاهده يفتقد إلى مقومات السلامة، يعني هذا المحجر الأساسي محجر كلش عادي، يعني شو أقول لك، المحجر مال درج مال بيتنا والله العظيم أقوى من هذا المحجر. المفروض يا إخوان في محافظة البصرة، المفروض هذا على طول الطريق موجود دعامات، هاي الدعامات مثل الموجودة على خط السريع وعلى باقي الجسور، هاي الدعامات ضرورية يا إخوان. هاي لو كانت موجودة جزء قللت أكثر من 90% من سقوط السيارات والحوادث. بالإضافة رسالتنا إلى السيد قائد شرطة البصرة المحترم، المفروض هكذا جسور تصير جوة دورية ثابتة للشرطة النهرية زائد قواص، حتى عملية الإنقاذ تكون مباشرة وسريعة. وان السؤال اللي ينطرح هسه من البارحة بالليل اليوم، ايش يسوون؟ يلا لقوهم الصبح، رقم واحد. رقم اثنين، الدعامات اللي يقصدها الأخ هنا أنه على حافة الشارع مال الجسر أكو حديدة هيجي أطولها ويخلوا لها دعامة حديد من الصفعتين، بحيث أنه السيارة إذا ضربت ما تصعد الرصيف. طبعا هي مو بس حتى ما تضرب السياج وينكسر السياج وتوقع جوا، لا، حتى يحمون المشاة. هاي رقم واحد. رقم اثنين، جسر السايدة مات ما مفصولين، يعني إذا الجسر أظلم وما بقلوبات وإجا واحد مستعجل وأخذ الرونج سايد وبوجهة ريلة، المصيبة هالمرة تفلش هو والقاعدين بيه بدون ما يوقع. هاي حال الجسور والطرق مالتنا بالعراق ده. شوفوها الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق ويانا من النسر الذهب يقول: نأسف للإهمال الذي يعانيه المواطن البصري الناتج عنه الفواجع المتكررة، الجسر معدوم الإنارة التحتية، لا يوجد سياج مانع للصدمات، يحتاج كاميرات مراقبة ومفارز مرابطة على الجسر، يفتقر إلى إشارات وعلامات توضيحية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مازن أبو علي: للأسف أصبحت المنافع الشخصية أهم من حياة وسلامة المواطن، لو كانت هناك متابعة ومراقبة لما وصل الحال لهذه الكوارث. رحم الله المتوفين بواسع رحمته،
سائر فرهود بارك الله بيك، هذا المحجر مال حديقة بيت مو مال جسر مطل على نهر. وأبو علي الباهل يقول محجر الجسر يفتقر لأبسط مقومات السلامة وأرواح الناس رخيصة مع كل أسف. نسأل الله الرحمة والمغفرة لأرواح من فقدوا نتيجة هذه الفاجعة. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله تسمعني؟ أبو عبد الله يبدو أنه أبو عبد الله ما جاي يسمعني. نروح إلى موضوع آخر بعيد عن الأمطار والحوادث ولكن أيضا مرتبط بمعاناة المواطن العراقي وإهمال الحكومة له وعدم تسهيل أي أمر من أموره حتى يريحون المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي اليوم ما مرتاح، ما مرتاح لا بمطار ولا بسفر ولا بشركة سياحية ولا بشارع ولا ببيت ولا بنفق ولا بأي مكان ولا بمدرسة ولا بمستشفى، لا دا يحكي بمستشفيات ولا بالتعليم ولا بالدوائر الخدمية، لا اليوم دا راح نحكي عن قضية الحدود المنافذ البرية. لما المواطن يريد مغادرة البلد أو مراجعته أو الرجوع إلى عفوا. أبو عبد الله من صلاح الدين رجع لنا حياك الله. ألو السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل، أسأل المشاهدين اللي يحشون يقول لك يخلون دعامات ويخلون كذا للجسر ويخلون كذا للجسر. يعني هو من الخبي أخلي غير يكون المهندس المقيم سوى الجسر لو حاط الحجر، يعني هذا الحجر ترى كناس تحطه بالحدائق. واللي يحطوه بالحدائق أقوى من عنده ترى ها. نعم. يا عمي أكو ناس جتنا ماكو ناس جتنا للبوق وللنهب وللسلف. يعني انت من تجيب غيثة ماكو شنو عائلة، والله عائلة من أربع نفر أسنى بخمسة والله يومين بالمحيطية، شنو ذنب هذا البشر؟ يعني هل قد صار رخيص البشر العراقي؟ نعم. يعني ماكو ويريد صاحب الطرق والجسور ربط الطرق والجسور، شنو شهادته شنو؟ عنده شهادة؟ يا عمي دخل يرجعون على المهندسين القدماء، اكو مهندسين قدماء كفوين ترى، بس ولو ما حضر منهم بالعراق هم طلعوا برا. والنتيجه شنو؟ النتيجه يدفع الثمن للشعب العراقي. ومتكاونين هم على الكراسي، كل من يريد محافظه، كل من يريد محافظه، كل من يريد، والشعب العراقي هاي بالعافيه على الشعب العراقي. نعم. مع احتراماتي لاسلام. نعم. واني ممنون منك استاذ افل. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. ابو عبد الله ذكرنا بالحدائق، صحيح حتى بحدائق بيوتنا كنا نفصل الحاجز مال ورد الجوري والممار عن الثيل ونخلي طابوق بقيراج لو واقف، لو نسوي له سياج ثاني او خشب حتى نمنع انه جاهل مثلا يطب يخرب او جاهل يتاذى باشواك الجوري. فيقول لك بحدائق بيوتنا احنا نحط حواجز اخرى، فما بالك جسر على نهر. المهم نرجع الى قضيه المنافذ الحدوديه البريه. لما المواطن العراقي يريد يطلع من العراق عبر منفذ، المعاناة لاحقة إلى المنفذ، ولما يريد يرجع المعاناة تجي تستقبله بالباب. الإهمال اللي صاير بالحدود مو طبيعي. اشتكوا مسافرين عراقيين من المعتمرين اللي رايحين إلى الديار المقدسة بمكة المكرمة والمدينة، تحديدا بمعبر عرعر الحدودي ويا المملكة العربية السعودية. المعتمرين يقولون أنه احنا عددنا تجاوز ل 15,000 معتمر، وعدد الموظفين بمعبر عرعر عفوا قليل جدا. هذا اللي خلي كبار السن والمسافرين ينتظرون من الصبح حتى الساعات المتأخرة من الليل حتى شنو بس يقدرون يختمون جوازاتهم، علما أن المنفذ الحدودي ما بأي أماكن استراحة أو ما يشبه، حتى يظلون المسافرين يعانون من أجواء البرد القاسية في الجنوب. تعالوا نشوف معبر عرعر الحدود.
15,000 معتمر، إذا كل باص يشيل له 50 معتمر، يعني بدنا نحكي على ما يقرب من 300 باص. 300 باص هذا وقفتهم يتمشون بالمعبر، ماكو لا كراسي لا قاعة لا شيء لا ما أعرف شنو. زين شكو منزليهم كلهم؟ ليش ماكو آلية يعني مثلا من المعبر السيارات من تجي سيارة سيارة؟ والله صدق سيارة سيارة ينزلون، شاف أوراقهم، أوراقهم كاملة، اختم الله وياك، اطلع روح فحصوا السيارة، روح طبت الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا. ما أريدكم تحطون 15,000 موظف ولا 7,500 موظف ولا 1,000 موظف، آلية معينة، آلية تخلي الناس تطب وتطلع براحتهم. بالمقابل معتمرين بهم كبار سن هواية هواية بهم، شوية احترموهم. نطلع من معبر عرعر ونروح إلى منفذ صفوان الحدودي بالبصرة، هذا المنفذ اللي ويا الكويت. مواطن يرصد الحال المزري إلى المنفذ اللي ما يليق أبداً بواجهة وبوابة للعراق تربط بدول مجاورة. المواطن يقول حتى الحمامات ماكو، حمام صحي مناسب للناس ماكو، يوثق بكاميرا حال الحمامات الحال الحي لها والمغاسل الموجودة بالمنفذ، ويقول إنه الأمر مخجل قدام المسافرين اللي يزورون العراق ويشوفون حال الحمامات وحال المنفذ بهذا الشكل المخزي. خلونا نشوف منفذ صفوان. احنا بصفوان المنفذ الحدودي، تعالوا يا اخي خلنا راويكم فرش شغله انتبهت لها وقلت والله حرامات هاي الناس اللي جاي تجي، وهذا التنظيف وهذا الترتيب، ما شاء الله كل شيء نظيف هنا وكل شيء معدل. صح اكو متابعات ماكو، بس اكو شغله انتبهت لها اللي هي وين؟ اللي هي هنا، اللي هي هنا، هاي هنا جاي تجي من كل الدول الناس. شوفوا تجي مثل يجي يريد يدخل كرمون للحمام، شوف الحمام، شوف الحمام، لا ماي لا كهرباء مفلش، شوف شوف وضعية الحمام، بلدية أهل صفوان صديق كذيب وينكم أهل صفوان؟ انفضحنا، انفضحنا قدام العالم، شو تقول علينا العالم؟ شو تقول هاي حماماتهم؟ هاي طبعا طبيت بس ما بت الرجال، منكم عن النساء. والله ما عندي أي تعليق أقدر أعلق على هاي الصورة، بس التعليق الوحيد اللي أقول لكم إياه أنه إحنا عندنا ميزانيات انفجارية، والعراق من المفترض من 2003 إلى اليوم يعني ما يقرب من 2000 مليار دولار مجموع ميزانياته، وشوفوا ايش قد القيمه. الناس لما شافت علقت مرجانة علي، اي والله اخزي وعار، اني من نجي من الكويت وديش صفوان، صفوان هي لا باص توصيل ولا وسائل نقل مثل الدول، لا حمامات لا استراحه ولا جمعيه. شاكر الياسري ملتهين بسرقه الجماعه، يسقط واحد يسقط واحد للاخر. حسين جبار اسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياه لمن تنادي. ويوسف يقول هي وين الحكومه ملتهيه بالبوق والحرام من 2003 لحد الان؟ حكومه بنا جسر ولا مصنع ولا مستشفى؟ لا والله ابد، تخرب وما تعمر، كلها حراميه وفساد وتحويل المبالغ للبنوك العالميه. وصلتنا رسالة عبر نافذة أنت ترى اللي وجدتها قناة الرافدين، حتى الناس تقدر تعلق عليها وتدزلنا أشياء اللي هي تريد تنشرها بشكل شخصي ممن يرغب بنشر معاناته. رسالة من محافظة بابل من ناحية الإسكندرية، فحوى الرسالة إنه مواطن من منطقة الإسكان بناحية الإسكندرية التابعة إلى محافظة بابل، يشكو غرق شوارع المنطقة بسبب هطول الأمطار. علما الفيديو هذا تصور قبل يومين، يعني قبل الأمطار الغزيرة اللي هطلت فجر اليوم أو البارحة، يعني الشارع والمنطقة صار أسوأ بهواية بالوقت الحالي. تعالوا نشوف الشارع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مطرة واحدة هاي، يوم واحد مطرت، شوف الناس برقت، فاضت المنطقة، منطقة الإسكان ناحية الإسكندرية في محافظة بابل، مطرة واحدة بس يوم واحد. كيف إذا مطرت أكثر من يوم؟ شو يصير بينا مثلا؟ وهاي التبليط طبعا بالطول العام، يعني اذا هيك مشاريعكم بدون تصريف مياه امطار وبدون مجاري
يعني شلون يعني بينا؟ زين شوف هاي الدول تمطر ايام واشهر بالظل ما تفيض هيك عالم، بس احنا هنا معاناه هاي كل. طب هاي منطقه الثالثه ناحيه اسكندريه في الاسكان الصناعي على محاط بابل، نتامل من يسوون شيء مشروع يفكرون للمستقبل تاسيس تصريف مياه امطار. طبعا هذا مو بس منطقه الاسكان، ايضا ناحيه اسكندريه نفس الشيء فاضت البارحه خبطه مياه الامطار مع مياه المجاري. هذا الحال بالاسكندريه قبل يومين، فتخيلوا حالها البارحه لما صارت سيول وامطار غزيره. هذا حال العراق، اعتداءات من شركه سياحيه على الناس، خدمات ماكو، سياره تغرق من جسر توقع من شط جسر بشط العرب وتغرق وليله كامله هي بالمي وما حد يطلعها للصبح، وبالتالي منافذنا الحدوديه عرعر وصفوان باليه ومهترئه، والعراق عنده ميزانيات ورئيس وزراء يقول احنا بعامل خدمات والله لا يوفقني. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم غدا باذن الله، موضوع جديد، مواضيع جديده وموعد جديد، في امان الله.